مرحب بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها عن أهم النصائح والتحذيرات وأهم التوقعات لمواليد برج العذراء من أول النهاردة من يوم 6 سبتمبر 2023 أو 6 أيول أو 6/9 لحد نهاية الشهر. أول حاجة عايزة أشكر مواليد برج العذراء من كل قلبي، لأن أنتوا تقريبا بتعملوا 80% من نسبة مشاهدة القناة، فبجد thank you من كل قلبي على الدعم بتاعكم. عشان كده زي ما وعدتكم ان الابراج اكتر 3 ابراج على نسبه مشاهده نعمل لهم فيديو يومي، فده الفيديو اليومي بتاع مواليد برج العذراء. اريد حابه اتكلم عن ابراج ايه لشهر سبتمبر، هديكوا اوبشنز. برج العقرب، برج عملنا العقرب امبارح سوري، برج السرطان، برج الحوت، برج الجدي، برج الاسد، الجوزاء، اختاروا برج من الابراج دي. طيب برج العذراء، اول حاجه من يوم 15، ركزوا في التاريخ دي، من يوم 15 سبتمبر هيحصل تحولات كتيرة وجديدة جدا في حياتكم، تحولات للأفضل. يعني هيحصل لك زي كده اللي هو أوف، حاجة كده اللي هو هتتخض من كتر الأحداث المثيرة اللي هتحصل في حياتك. فأنا عارفة أن الأسبوع ده حلو جدا، بس من أول الأسبوع الجاي احذر يا مولود برج العذراء. يعني من أصعب الأسابيع بالنسبة لك هو الأسبوع الثاني، أفضل أسبوع بالنسبة لك هو الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، بس الاسبوع التاني فيه دعكة، عملت الدعك، فيه مصروفات كتير قوي قوي قوي. مطلوب منك يا مولود برج العذراء تركز في مصروفاتك، مصاريفك كتير، مطلوب منك صرف، طاقة صرف، عملت تصرف فلوس هنا وتصرف هنا وتصرف هنا، ففي صرف فلوس وفي طاقة، يعني مطلوب منك فلوس كتيرة قوي قوي. طيب قولولي يا جماعة بتتابعوني من مدينة ايه ومن بلد ايه، ولو بتتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك، لو بتتابعوني من برا مصر بيستعملوا لاف. للفيديو الحجز استشارة خاصة او في اي بي ساشن بليز تبعتوا على الايميل وحد من التيم بتاعي هيرد عليكم. طيب ايه اهم النصائح برضو مواليد برج العذراء؟ انا شايفة شوية ان انت دماغك بتفكر كتير قوي الفترة دي. يعني برج العذراء يا جماعة من احد عيوبه الاوفر ثينكينج، يعني عندك اوفر ثينك كتير قوي، دماغك راحة وجاية عمال تفكر واعمل ايه، طب اروح فين، طب اعمل كذا ولا لا. فحاول تقلل اوفر ثينكينج، لازم تنظموا مواعيد نومكم يا برج العذراء. يعني انا كراشة مراد بتحدى ان اي حد بيتابعني مواليد برج العذراء الفترة دي عندكم مشكلة رهيبة في النوم، ما بتناموش بالليل من كتر التفكير. يعني انت من كتر التفكير مش عارف تفكر، وشايفاك بتفتقد حاجة، كأنك مفتقد شعور معين او عندك طاقة انتظار، في طاقة انتظار مسيطرة على مواليد برج العذراء. قولوا لي يا برج العذراء مستنيين ايه. طيب يبقى عندك افكار سلبية، عندك اوفر ثينكينج، حاول تحول كل الافكار السلبية الى افكار ايجابية. كان عندكم طاقة حسد او عيون عليكم، فبالتالي بطل الكلام عن نفسك، بطل تقعد تطلع اسرارك، بطل تحكي عن طموحاتك واهدافك واحلامك، لان في عيون حاسوده، عيون حقوده، ناس عايزه تاخد منك يا برج العذراء، عايزين يعني يهبشوا كده فيك. فركزوا كويس قوي، العذراء طيب وتلقائي، فانت بتتكلم بتلقائي، بس في ناس حقوده قوي ما بيشخدوش الموضوع بالشكل ده. طيب يبقى حولوا الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه، خرجوا بره الطاقه السلبيه. كمان شايفة ان في شخص يا برج العذراء ممكن يقولك كلام يجرحك او يقولك كلام زعلك، فما تكونش سهل الاستفزاز. يعني لو في شخص قالك كلام وجعك او كلام زعلك او جرحك، خليك قوي ماشي، ويعني حب نفسك وعزز ثقتك في نفسك. يعني انا متأكدة ان برج العذراء انت الثلاث اربع شهور اللي فاتوا كانوا مأثرين عليكوا بطريقة سلبية لدرجة ان انت ثقتك في نفسك كانت مهزوزة، فانا شايفة ان انت محتاج ترجع ثقتك في نفسك. طيب لو عندكوا سفر او عندكوا اي تغيير جديد او حاجة جديدة، ركزوا في التفاصيل، ركزوا ان انتوا متغلطوش، اتبعوا القوانين، ابعدوا عن مخالفة القوانين، اي قانون من القوانين ابعدوا عن مخالفته، وتمسكوا بكل الفرص اللي هتظهر قدامكم، بلاش تضيعوا فرص كتير. يعني لو في فرص بلاش تضيعوا الفرص اللي قدامكم، وبلاش مخالفة اي قوانين واي عقود او اي بدايات جديدة عشان تراجعوا كوكب عطارد. يعني وخاصة الكلام ده لحد يوم 15، لان عطارد متراجع في برجك انت يا برج العذراء لحد يوم 14 سبتمبر، وتأثيره هيمتد لحد يوم 18 سبتمبر ماشي. طيب وزي ما قلت خلي بالكم من المصاريف، مصاريف كتير قوي يا برج العذراء، نظم مصروفاتك، يعني هيطلب منك فلوس اكتر من الفلوس اللي داخله لك واكتر من الطبيعي. كمان خلي بالكم من صحتكم، اول اسبوع او اول 10 ايام صحتكم الجسديه، او يعني تحس انت مستهلك، تحس انت مجهد قوي، فخلي بالكم بجد بجد من صحتكم. بس صحتكم في تشافي لحد اخر الشهر، هيبقى عندكم استشفاء كويس جدا جدا.
زي ما قلت احط اسرارك في الصندوق الاسود عندك انت يا برج العذراء، لان في اشخاص ممكن تستغل يعني الاسرار اللي انت هتقولها وتستغلها ضدك. اوكي ولا مش اوكي؟ قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن الابراج ايه لشهر سبتمبر، وقولوا لي المواضيع الثانيه تحبوا نتكلم عنها في شهر سبتمبر. بليز لو بتابعوني من جوه مصر تعملوا لايك للفيديو، لو بتابعوني من بره مصر تعملوا لاف للفيديو، وشير كتير كتير لاي حد تعرفوه من برج العذراء. بس في خبر حلو جدا جدا وبشرى صار لمولود برج العذراء، في وفره ماليه وبركه في رزقك غريبه هتحصل لك من اول سبتمبر. خدوا بالكم الشمس بتدعمكم لحد يوم 23 سبتمبر، ففي فلوس كده جايه لك انت مش عارف الفلوس دي جايه منين، فجاه كده هتحس ان في فلوس جايه، في وفره فجاه، الفلوس كانت كان باب كده كان مقفول وربنا هيفتحه عليك بفرج من عند ربنا، وهتحمد ربنا وتسجد لربنا سجده شكر. وخليكم تفتكروني هدايا بقى يا جماعه، هدايا كتير يعني، فهتسجد سجده شكر بسبب البركه في الرزق وبسبب الفلوس اللي هتضر عليك، ومصدر رزق جديد او باب رزق جديد هيتفتح لك هيضر عليك برزق حلو جدا جدا يا عذرائيين. اوكي، لان ده شهر ميلادك، طاقتك حلوه، طاقتك حلوه، فعندك وفره، عندك بركه، عندك سعه رزق وفلوس حلوه جدا جدا هتجيلك في اخر الشهر، وهتسدد التزام ما كنتش عارف هتسدده ازاي يا برج العذراء. عندك تسديد التزام، يعني كان عندك التزامك او كان عندك فلوس هتدفعها وما كنتش عارف هتدفعها ازاي، وفجاه هتقدر تدفعها. طيب صحتك افضل، كل ما بنمشي في الشهر صحتك بتتحسن، يعني اكتر اسبوعين اول 10 ايام صحتك مش افضل حاجه، بعد كده هتتحسن كمان، يبقى شايفه في خير وبركه وفي حاجه كان نفسك فيها او امنيه تتحقق، خاصة من بعد يوم 15، في أمنية أو حاجة كان نفسك فيها أو طموح، حاجة ليها علاقة بهدف عندك وهتقدر توصله. عندك مقررات مصيرية هتطلب إن أنت تاخدها، شغل عقلك يا برج العذراء، هذه القرارات المصيرية ما تشغلش قلبك، شغل عقلك. وعندك حاجة قضائية هتكسبها إن شاء الله بإذن الله، ماشي؟ كمان قولوا لي يا جماعة تحبوا نتكلم عن أبراج إيه، قولوا لي أنتوا من فين، وعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى فيسبوك واليوتيوب وكل حاجه كل حاجه. وعملنا فيديو، عملنا اصلا شانل اسمها برج العذراء، اعملوا لها، هتلاقوا صورتي موجوده فيها، اعملوا لها فولو. طيب كمان شايفه عندكم يبقى في بدايه جديده ليها علاقه ببركه، خير، رزق، بدايه ماليه جديده، ممكن تكون وظيفه جديده، مصدر دخل جديد. كمان برج العذراء والحب، شايفه في شخص بيجي لك من الماضي. اخيرا بقى يا برج العذراء، شخص انت كان جرحك، كان وجعك، كان ضايقك، هيعود معتذرا، هيعود ندمان، هيحس بقيمتك، ففي عوده رهيبه للماضي من برج العذراء. في شخص من الماضي هيعود زعلان، متضايق، مخنوق، حاسس ان هو جرحك، حاسس ان هو ضايقك، وهيرجع عايز بدايه جديده، عايز يبتدي معاك، وعايز ياخد مكانه في قلبك مره تانية، وهتبقى انت صاحب القرار هل ترجع له ولا لا، وهيبقى في سعاده كده، هيبقى عندك طاقه اتشيفمنت، انا مبسوط الشخص ده رجع لي، حتى لو ما رجعتلوش انت سعيد بطاقه ان هو حس بقيمتك ورجع لك. ففي عوده، ممكن يكون صديق، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون زوج او طليق، بس الشخص ده هيرجع لك راجع من الماضي ندمان، زعلان، عايز بدايه جديده وعايز صلح، وانت هتكون صاحب القرار الاول والاخير هل ترجع له ولا لا. شكلك احلى، هتهتم بشكلك، شايفاك جسمك هيبقى حلوه قوي، شايفاك ممكن تروحوا الجيم، تروحوا يعني هتعملوا، هتهتم بصحتك وهتهتم بطاقه المال، يعني انت مركز جدا جدا على طاقه جذب المال. وعايزه اقول خبر حلو لبرج العذراء، ان طاقتك الروحانيه قويه جدا، وعندك قدره خطيره وقدره رهيبه على جذب المال، فهتقدر تجذب الاموال وتجذب اي شيء انت عايز تجذبه يا برج العذراء. يعني اي حاجه عايز تجذبها فكر فيها تفكير عميق، اعمله لو اوف اتراكشن، اعمله قانون الجذب، ركز طاقتك وركز طاقه تفكيرك على الشيء اللي انت عايز توصله وعن احلامك. كمان شايفه عندكم زي طاقه استجمام، ريفرشمنت كده، نيو لوك، زي ما قلت هتعملوا نيو لوك، وهتتحرروا من حاجه او هتفكوا قيود من حاجه ليها علاقه بالماضي. يعني في حاجه كانت عامله لك قيود كده، كان الفتره اللي فاتت في حاجه مقيداك، هتبدا تشيل القيود وتتحرر، تنطلق بقى، عندك انطلاقه جديده. عندك شخص هتبقى محتار على فكره في الحب، الناس السنجل او المنفصلين هتبقى محتار من شخصين، ما بين شخصين او ثلاث اشخاص، وعندك شخص جديد هيعرض عليك كاس الحب، وفي شخص اوريدي موجود في علاقه صداقه وممكن تتحول لعلاقه حب، او علاقه حب تتحول الى علاقه صداقه، في حاجه منهم هتحصل يعني. طيب انا شايفه يا برج العذراء انت عارف انت عايز ايه، انت عارف انت رايح فين، بس انت احذر من طاقه الحسد والحقد والغيره واعداء النجاح في العمل.
عندك اعداء في العمل، اعداء من ابراج هوائيه او ابراج ناريه مستنيين لك على غلطه. في شخص من برج ترابي او من برج مائي او من برج ناري هيدعمك الفتره الجايه. شايفه عندك قضيه، قولوا يا برج العذراء انا عندي قضيتين يا جماعه، انا كرشا مراد عندي قضيتين. في حد بيقول لي طب انا عايزه اساعدك، انا عامله يا جماعه في تحت في اليوتيوب ثانك يو، بتدوسوا عليها بتختاروا المبلغ اللي انتوا عايزين تدفعوه لدعم القناه، فانا محتاجه دعمكم بصراحه يعني. فتدخلوا على اليوتيوب تحت هتلاقوا في حاجه اسمها علامه دولار كده مكتوب عليها ثانك يو، بتدفعوا المبلغ اللي انتوا عايزين تدفعوه، ممكن تدفعوا اعتقد بالكريدت كارد يعني. طيب انا شايفه ان انت هتقدر توصل بذكائك وبالبرسيستنس بتاعتك للاهداف والطموحات اللي انت عايز توصل لها، سواء اهداف عمليه او اهداف ماديه، بس عندك طاقه صرف كتير. احذر من شخص ممكن يكون بيستغلك ماديا او بيستغلك وبيستغل طاقتك، بينتهزك تصرف عليه، تدفع له فلوس، تدفع له فواتير، في شخص كده. طيب ركزوا جدا جدا في طاقه السعي، كل ما هتسعى هتقدر تحقق، ما تضيعوش وقتكم الشهر ده، ما تخرجش كتير يا برج العذراء، ما تخرجش تقعد على كافيه، ما تقعدش شايش، اشتغل اشتغل اشتغل، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. على قد ما هتشتغل هتلاقي نتائج اضعاف اضعاف اي شهر. ليه؟ لان الشمس بتدعمك، وكمان عطارد بعد من يوم 15 هيبدا في التقدم، فهيدعمك وهيديك طاقه وهيديك نجاحات وهيديك افكار جديده ومشاريع جديده. ابتدي بس يا برج العذراء، خد الخطوه الاولى. ممكن تكون بتفكر في مشروع جديد او في حاجه بتضر عليك بالمال، ركز فيها وهتقدر توصل لها. الشهر ده هو شهر تحقيق الاهداف والاحلام الماديه والماليه، بس عندك مصاريف كتير، لو ركزت شويه يعني نظم نفسك، اكتب بقى مصروفاتك، انا صرفت كذا، انا بيدخل لي كذا، مصاريفي الاساسيه 1 2 3، مصاريف الزياده، لازم انظم ده قصاد ده، اعملوا جدول، اعملوا جدول مصروفاتي والدخل بتاعي وازاي تقدر تظبطه، قلل المصروفات اللي ملهاش لازمه، قلل المصروفات التايهه. كمان شايفه ان في موقف او حدث هيحصل عندك هترد لك كرامتك، كرامتك هترجع لك يا برج العذراء. كمان شايفة ان انت عندك بداية جديدة، البداية الجديدة هتدر عليك سعادة، فرح، بركة، خير، بداية حلوة. اوكي بس انا شايفة فترة جاية فترة، عارفين اللي هو الاعدادات كده، بتدخل على السيتنجز بتاعك تظبط السيتنجز بتاعتك، تظبط الاعدادات بتاعتك، ودي حاجة حلوة جدا جدا يا مولود برج العذراء. يعني في احداث كتيره ايجابيه لمصلحتك، في تغيرات كتيره لمصلحتك، بس كمان عندك قرار مفاجئ هتاخده في حياتك العاطفيه، قرار انت فجاه كده هتقول انا قررت اعمل كذا، قررت اخد القرار ده، قرار مفاجئ في حاجه خاصه بحياتك العاطفيه. عندك احتفال في حياتك او حدث سعيد او حاجه حلوه او مفاجاه حلوه هتبسط فيها وهتفرح فيها بعد يوم 15. عندك مناسبة حلوة، احتفال، خطوبة، زواج، عرض حب، هيبسطك قوي، هيكون مفاجأة بالنسبة لك. طيب لو عايز اقول نصيحة لبرج العذراء، خليك صبور، خليك مجاهد، عارفين الجهاد لابد انه جاهد، جاهد يا برج العذراء. وعندك بجد يمكن تكون حنين لحاجة نفسك فيها، ممكن انا شايفك محتاج تحس بطاقة حب، محتاج تحس بطاقة رومانسية، خلاص ما تخشش في اي حاجة انت مش مبسوط فيها برج العذراء. يعني مش اي حد يجي تقول لك عايز ارتبط بيك تدخل في علاقه عاطفيه وخلاص، اختار الشخص المناسب او انتظر الشخص المناسب، خليك صبور لحد ما الشخص المناسب يجي لك. اوكي طيب لو الشخص اللي جالك من الماضي ده انا مش شايفاه مناسب قوي، على فكره شايفه انه ممكن يجي لك شخص جديد افضل. في عندك شخص ممكن يكون رجالك من الماضي بس هو مش مهتم بيك قوي، او اللي هو في حد في حياتك يا برج العذراء انت مستني منه اهتمام او مستني منه حب، وهو مش بيديك المشاعر اللي انت عايزها، فخلاص بطل تهتم بيه، بدل الطاقه اللي انت عملت تهتم بيه وعملت تراقبه وعملت تجيب له هدايا وتعمل له، ركز طاقتك على نفسك. اوكي بلاش تضيع وقت يا برج العذراء، السيف الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. انا شايفه عندك طاقه تضيع او يعني وقت واموال، يعني بلاش تشتري حاجات تافهه، وبلاش برضو تضيع وقتك في حاجات مش حلوه. في طاقه تحرر من حاجه سلبيه بشجعكم عليها، وزي ما قلت عوده شخص من الماضي بعد خصام، بعد زعل، بعد تكاهل، بعد مشاكل كتير، الشخص ده انت هتكون صاحب القرار الاول والاخير، هل ترجع له ولا لا، او هو يعني شايفه ان انت ممكن ترفضه. يعني لو هو شخص انت شايف ان هو توكسيك، ان هو شخص مضر ليك، ان هو شخص بيسحب من طاقتك، او ان هو شخص بيستفيد منك من غير ما انت تكون، من غير ما يديلك، يبقى ابعد عنه يا برج العذراء. شايفاك بتدور على الحب الحقيقي وهتلاقي الحب الحقيقي.
اتحكم برضو في رغباتك يا برج العذراء. يعني مثلا عايز تشتري انا مثلا يا جماعه اقول لكم على رغباتي. انا بقى هحكي لكم موقف. انا برج العذراء انتوا عارفين انا بعشق مزايا، بروح مزايا كتير قوي او فيسز يعني. فاول ما بشوف برفيومز انا نفسي ابصوا. انا رحت قلت يعني مزايا اول امبارح، وما كانش يعني انا مزنوقه بصراحه وعندي ديون وعندي حاجات كتير، عندي شيكات. فروحت مزايا قلت يا رشا انا مش هشتري حاجه، كنت راح اشتري كحل عشان الكحل بتاعي خلص، وجبت الكحل بتاع ايسانس عشان ده اكتر كحل عجبني، ايسانس الماتك ده بحبه جدا. المهم بقى لقيت ايه ماي بيربري بلاك دي ماي بيست برفيوم، عاملين عليها اوفر ال100 مللي ب 3600 جنيه او 3500 جنيه. طبعا ده سعر اتراكتيف جدا. فانا بقعدت بقى عارفين ني 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 ني. اشتريها ولا ما اشتريها؟ عشان عايزه اشتريها، انا عايزه اشتريها، انا عايزه اشتريها. عارفين مخي بقى وعقلي الباطن عايزه اشتريها، عايزه اشتريها. فالمهم يا جماعه ما قدرتش اقاوم. بعد كده قلت لا انا هشتريها. بعدين قعدت افكر لا انا عندي ديون وعندي شيكات وعندي مصاريف مدارس وعندي حاجات كتيره قوي، قلت لا مش هشتري. الراجل كشر قال عليا مجنونه تقريبا او سايكوباتيك، اقول له لا هاخدها. بعدين ابص كده للكريدت كارد بتاعتي اقول لا 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 مش هاخدها. فجماعه بقى يا ريت تلموا بعضيكم وتروحوا تجيبوها لي من مزايا عشان هو عامل لي عليها اوفر. من الاخر ماي بربري بلاك اتس وان اوف ماي بيست برفيومز، اودو برفيوم ال100 مللي. ماشي. فالمهم بقى ايه، بعدين قلت لا انا خلاص مش هجيبها بس اشتري حاجه تاني. رحت اشتريت الروج الجديد ده، حلو ولا لا؟ من يا من ميبيلين، من ميبيلين سوبر لا ميبيلين اللي هو اللي هو الفيجن الجديده ده اللي هو يبقى مات كده وهو الجديد ده. فاشتريت اللون ده، حلو عليا ولا مش حلو؟ بينكش كده، كان بربع 100 جنيه. قلت كويس بدل ما اصرف 3500 جنيه ولا 2000 هصرف. يلا فيعني عندك لازم تتحكم في رغباتك في حاجه مضره او تقلع عن حاجه. يعني سلام ادمان في حاجه، يعني مثلا عندي ادمان شوبينج برفيوم، اقسم بالله برفيوم ميك اب يا جماعه بيجننوني. وحاجات اللي هي عارفين تنظيم البيت دي، ما اعرفش تعالى خده، عارفين تنظيم البيت اللي بتاعت ايكيا والحاجات دي. انا رحت ايكيا برضو، دخلت ايكيا ما اعرفش عملت لكم ستوري منها، دخلت برضو قلت انا مش هصرف حاجه، ورحت اجيب بتاعت الايس كريم بتاعت عمر دي. اقفل يا بابا بقى موبايل بابا يا جماعه معلش. فقلت هروح اشتري، اقسم بالله العظيم يا جماعه جبت الترابيزه البيضة اللي هي ام 500 جنيه ديت او 700 جنيه، جبت ثلاث اربع حاجات كده، لقيت نفسي دافع 4000 جنيه والله العظيم مش عارفه. فانا عندي ادمان شوبينج لحاجات كده معينه. فعندك ادمان يا برج العذراء، الادمان ده مضر لازم تبطله. طيب تعالوا نتكلم عن برج العذراء والحب. انا هقول لكم بقى على شويه اسرار هجننك. في شخص من برج الجدي انت بتهتم بيه اكتر ما هو بيهتم بيك، حاول تقلل اهتمامك بيه وتقل على الشخص ده وما تدلقش عليه، شوفه هيتحول من ناحيتك ازاي. ولو تقدر تحول صداقتك علاقتك بالشخص ده من حب لصداقه، انت الكسبان يا برج العذراء. طيب في شخص من برج السرطان، الشخص ده يعني انت يعني علاقتك بيه اون اوف اون اوف، يعني شويه قربه قوي شويه بعد شويه. فعندك سرطانين كتير في حياتك يا برج العذراء، يبقى جدي وسرطان وميزان، شخص جديد ممكن تكون متعرف عليه من برج الميزان او السرطان، اوكي. وعندك عقرب وعندك حمل وعندك اسد، وعندكم كمان حوت في حياتكم. دي اكتر طاقات الابراج اللي ظاهره عندك يا برج العذراء. في شخص جديد بيراقبك من برج الميزان او من برج الدلو، بيراقبك في صمت وعايز يقرب منك بس يعني خايف ياخد الخطوه الاولى. او في شخص انت قربت منه قوي وهيبعد قوي بعد كده يرجع يقرب قوي بس انت مش هتتقبله. يا جماعه برج العذراء مش من ابراج، برج عميق مش سطحي. يعني طالما انت بعدت عنه قوي عمره ما هيرجع معاك زي الاول، استحاله يعني، فاهمين؟ فعلاقتك العاطفية مش أحسن حاجة بصراحة في سبتمبر، بس هي أفضل من أغسطس. يعني سبتمبر عاطفيا أفضل من أغسطس، بس لست الأفضل حالا. هتبقى أفضل من بعد يوم 14 سبتمبر، عندما في ولادة قمر جديد على فكرة في برجك أنت يوم 15 سبتمبر. فعندك ولادة حاجة جديدة، ولادة شيء جديد، ولادة مشروع جديد، ولادة فكرة جديدة، ولادة فلوس جديدة. فعندك يوم 15 ولادة القمر الجديد في برجك، فلازم تستغلوا الافكار دي. اسعى على اي حاجة انت عايز تشتغل عليها برج العذراء، ان ولادة القمر الجديد ده بيقولك يلا امشي، بيزقك زقة عميقة زقة قوية، يقولك امشي جو اون حقق امشي. فالشهر ده اسعى اوكي. ولو انت حسيت ما تجبرش حد انه يدخل علاقة عاطفية معاك، يعني استنى. يعني بصوا يعني لو احنا هنقول
يعني رسالة روحية لبرج العذراء، استنى الشخص المناسب، يعني ما تجبرش شخص ان هو يدخل معاك في علاقة عاطفية، ما تجبرش شخص ان هو يهتم بيك، ما تجبرش شخص ان هو يجري وراك وانت بتجري وراه، لا هو جه جه ما جاش هو حر، لان انا شايفة ان انت عمال بتحمل على شخص عشان عمال تجذبه كده اللي هو بالعافية، لا don't do this. وعلى فكرة انا بقيت ضد ان انت تعمل law of attraction عشان تخلي حد يحبك، لو ما حبكش لوحده خلاص هو حر. حب نفسك شويه برج العذراء، ثق في نفسك، يعني حب نفسك وخلي عندك ثقه في نفسك، انت محتاج تحس بالثقه في نفسك، يعني خليك واثق في نفسك وفي قدراتك وفي امكانياتك، انت عندكم قدرات حلوه جدا جدا، وتحكموا في رغباتكم وتحكموا في انفعالاتكم وعصبيتكم، وركز على اهدافك وامنياتك هتقدر توصل للي انت عايزه. وبشكركم يا برج العذراء، اشوفكم في فيديو تاني، هديكم اوبشنز. قولوا تحبوا نتكلم عن برج سرطان او حوت او عقرب، لا عملنا عقرب امبارح، طب سرطان او حوت او ثور او كد او اسد او جوزاء، اوكي، او ميزان، اختاروا برج من الابراج دي. قولوا يا برج العذراء هل فعلا عندك طاقه انتظار في الحب ولا لا، حاسس حتى لو انت في علاقه حاسس ببرود في العلاقه، ان العلاقه دي بقت بارده قوي، مبقاش فيها مشاعر ومبقاش فيها حب ولا لا. I love you all. يلا عملوا لي فولو على الانستجرام كلكو على رشا مراد underscore. وthank you. لحجز قراءة خاصة بليز تبعتوا على الايميل. وكمان احنا هنعمل كورس للتخاطر الروحي، بليز كلكو تدخلوا عشان باي.